هي عطيرة من محاضرة معمقة جديدة حول علم الكلام بين تأويل الوحي والاجتهاد العقلي، من الانبعاث إلى الانحسار، ومن التمذهب إلى إعادة البناء. الإهداء إلى الدكتور حسن حنفي رحمه الله في أربعينياته. يقول حسن حنفي في كتابه تراث التجديد، قسم موضوعات التجديد إعادة بناء العلوم، كان علم الكلام هو أول عمل عقلي في النص الديني. قد كانت مهمة المتكلم تحويل النص إلى معنى والآية إلى فكرة. إذن نبدأ بالمقدمة، أن التعبير العربي علم الكلام عن الإسلام يعني علم الكلام، وهو مفهوم حدده أيضا بعلم الدين أو علم أصول الدين، والذي ربما يشتغل في مسار متوازي مع الفقه وأصول الفقه، باعتباره علم الكلام هو العلم الكبير، والفقه وأصول الفقه هو العلم الصغير في علاقة بالوحي. طبعا تشير هذه التعبيرات باختصار إلى علم اللاهوت الإسلامي، علم اللاهوت سكولاستيكي الإسلامي، بكلمة علم لا نعني البحث أو الاكتشاف أو استقلالية رأي الباحث كما هو الحال مع يعني العلوم الطبيعية والصحيحة والرياضية، بل نقصد اكتساب المعرفة على أسس قبول جميع عقائد الإسلام والاطلاع الكافي على دوائر النقاشات اللاهوتية دون تمييز. إذن ربما يعني هو علم يثبت للآخر الخصم، وليس عن طريق العقل يعني الاستطرادي، بل من خلال شرع المسلمين، يثبت وجود الله، صفاته وأعماله في العالم، أو يوم البعث، يوم الحساب، وإرسال الأنبياء والأمة والمرشدين إلى الأرض. كان الكلام أو علم الكلام في أيامه الأولى غير قابل للتمييز عن دراسة العقائد، كل العقائد الدينية، فهو قريب من هذه المجالات، لكن شيئا فشيئا استقل واكتسب هذا المصطلح يعني صبغة عقلاني، والذي كان له بالتالي المعنى الأساسي للكلام، أي معنى الحجة الفكرية المطبقة على اللاهوت. لقد أعطى علم الكلام بعد ذلك نفس الأهمية للكلام، للكلمة، للغة في مجال التفسير والتأويل، تأويل الآيات والوحي، ويعني من الجانب اللغوي مثل تلك التي يفترضها المنطق في الفلسفة. كان علم الكلام على وجه الخصوص في الفترة الأولى يعني تقريبا حوالي 750 ميلادي أن أصبح علما مدرسانيا، واحتشدت من أجل جميع المفكرين يعني إما من أهل السنة أو يعني أهل السنة العقائديين أو المعتزلة المعارضين مؤيدي البحث العقلاني في مجال الدين. هنا لدى المعتزلة هناك الكثير من العلماء الجدليين، والذين ربما يعني يعتمدون على العقل لإثبات جوهر الله، يستخدمون الأساليب والمفاهيم والتصنيفات المنتشرة في يعني الحكمة التي أتت إليهم، ربما بفضل حركة الترجمة الواسعة. ولكن هذا التأثير يعني ربما جاء من بعد نشأة علم الكلام بالمعنى الإسلامي، والذي ارتبط بالقلق الذي شعر به المسلمين في مواجهة يعني التناقضات، وفي مواجهة خطر الذلال الذي يعرفه المؤمنون البسطاء عندما يجدون كلمات غير قبل الفهم والتفسير. هنا يعني مثل علم الكلام أحد أهم العناصر الأساسية للإسلام، الدفاع عن الإسلام في هذا الوقت. يعني ظهر الكثير من علماء الكلام للدفاع عن الإسلام ضد البدع والعودة بالدين إلى نقائه الأصلي. ويمكن تقسيم علم الكلام إلى أربع أجزاء. الأولى فحص وجود الله وصفاته وأعماله وأعمال الأنبياء على وجه الخصوص. بعد ذلك
راح رسالة النبي والنبوة. ربما بعد ذلك الاهتداء إلى مسألة التفكير في يعني أعمال الإنسان من جهة الثواب والعقاب، يعني من جهة الخير والتحسين والتقبيح. ثم بعد ذلك المسألة الرابعة هي مسألة الآخرة أو البعث أو القيامة، خلود الروح ويعني ومسألة الثواب والعقاب، وعد والوعيد. يعني هذا الكلام هو يعني مفيد بالنسبة للأمة والملة، وربما الدفاع عن القيم الروحية للمجتمع المسلم، وجعل العقائد مقبولة مستساغة. وربما لم يميز مؤرخو الفكر الإسلامي بين المتكلمين وعلماء اللاهوت التأمل الذين يمارسون التأمل ويتميزون بالحكمة والجدل، ولكنهم يعني أشاروا إلى وجود مدرسة لاهوتية فلسفية نشأت في منتصف القرن السابع، وأكدت يعني على حرية الإرادة الإنسانية، وجعلت من الكلام في الإسلام يعني علما لاهوتيا تأمليا. هنا وكأن المصطلح مشتق من عبارة كلام الله والتي تشير إلى القرآن وهو كتاب مقدس، يعني ويعرف الذين يمارسون الكلام بالمتكلمين. وكان الكلام في مرحلته الأولى مجرد دفاع عن الإسلام ضد الأديان الأخرى، سواء من أهل الكتاب أو الأديان المانوية ويعني الزردشتية وغيرها. مع تنامي الاهتمام بالفلسفة بين المفكرين المسلمين، تبنى علم الكلام منهجية المشككين اليونانيين والفلسفة الرواقية، ووجهها ضد الفلاسفة الذين حاولوا تكييف أرسطو وأفلاطون في سياق إسلامي، وتطورت مدارس علم الكلام، وكان أهمها المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرها، يعني والذين ظهروا في القرن الثامن، وكانوا يؤمنون باستقلالية العقل فيما يتعلق بالوحي وسيادة الإيمان العقلاني على العقيدة التقليدية النقلية، ودافعوا عن حرية إرادة الإنسان، معتبرون أنها تتفق مع العدالة الإلهية. وأن مسألة يعني مسألة الحرية الإنسانية ومسألة الوعد والوعيد. وأما بعد ذلك فقد خلفت الأشعرية مدرسة الكلام في القرن العاشر، وحاولت أن تتوسط تبرير المعتزلة وتجسيم الحشوية، ومثلت التكيف الناجح للمنطق الفلسفي الهيلينيستي مع اللاهوت الإسلامي الأرثوذكسي، حيث أنها أكدت على الكسب، نظرية الكسب قريبة من حرية الإرادة البشرية، ولكنها أنكرت فعاليتها كما فعلت الماتريدية بعدها في القرن العاشر. هنا ربما سيتم التركيز في مسألة إعادة بناء علم الكلام على المعتزلة التي أولاها الراحل الدكتور حسن حنفي مكانة أساسية في من أجل إعادة بناء علم الكلام، ومن أجل يعني تمهيد لميلاد علم الكلام الجديد. كان المعتزلة أعضاء في مدرسة الفكر الإسلامي المبكرة التي ركزت على العقل وعدالة الله ووحدته مستوى الذات والصفات، وأشار الاعتزاليون إلى أنفسهم بأنهم أهل العدل والتوحيد، طوروا مدرسة لاهوتية، كما استمدوا أكثر يعني أفكارهم أكثر من أي فرقة أخرى ومذهب آخر من الفلسفة والعلوم. بشكل عام اعتبر المعتزلة أن العقل الواعي والوحي الشرع، يعني النص الديني النص القرآني، مكملين لبعضهم البعض لا يتناقضا، وإن حصل هناك لبس فنلجأ إلى التأويل. قد اعتقدوا أن الله خلق عالما تحكمه قواعد منطقية يعمل بشكل مستقل. جاد المعتزلة ضد الاعتقاد بأن جميع الأفعال البشرية محددة سلف، وهنا ضد الجبرية وضد كل الذين يرفضون يعني يقولون بالحد يعني يعني الحتمية أو الضرورة الكونية. بدلا من ذلك علموا أن البشر لديهم إرادة حرة، وأكدوا على الإدعاءات القرآنية بأن الله سيكيف على الفضيلة ويعاقب على الرذيل ارتكاب الرذيل، وأكدوا أيضا أنه سيكون ذو الموقفات الناس أو معاقبتهم على أفعال لا سيطرة لهم عليها. ومع ذلك اختار البشر طريقتهم الخاصة
ويكافئهم الله أو يعاقبهم وفقا لذلك. علم المعتزلة أن الله الطبيعة البشرية والكون كلها تتوافق مع القوانين التي يمكن أن يفهمها العقل البشري، لذلك يجب على المسلمين استخدام قواتهم الفكرية لتحديد أفعالهم. أثارت هذه الفكرة قلق يعني الكثير من المفكرين الدينيين التقليديين الذين طالبوا بالخضوع التام ل يعني كل ما جاء في النصوص الدينية، خاصة في ظاهرها، معانيها الظاهرة أو معانيها اللغوية الحرفية، سواء في القرآن أو في يعني السنة والحديث، وتأكيد على بينما يعني ركز المعتزلة على الفكر العقلاني، وربما اعتبروا أنفسهم مفكرون أحرار، كما شددوا على وحدانية الله، وأكدوا أن صفة الله الموصوفة في القرآن مثل البصر والسمع والمعرفة والإرادة هي جزء من طبيعة الله ولا توجد بمعزل عن الله. على ذلك رفضوا النظرة السائدة للقرآن على أنه غير مخلوق وموجود إلى الأبد مع الله. لقد جادلوا بأنه في حين أن الله أزل فإن القرآن وحي الله خلق في زمان ومكان، لذلك فإن أولئك الذين يعتقدون أن القرآن كلام الله غير المخلوق يخطئون بنسبة الخلود إلى شيء خلقه الله. ولا ينبغي أن تؤخذ المقاطع القرآنية التي تناقش هذه المسألة بالمعنى الحرفي للكلمة، فقد حاولوا يعني فرض هذه يعني أفكارهم، وربما هناك من قبلها من النخبة، هناك من ابتعد عنها. لكن حركة المعتزلة يعني في علم الكلام اكتسبت يعني أتباع مهمين في البصرة وبغداد وغيرهم في العالم الإسلامي، بما في ذلك حتى في إفريقيا وفي القيروان يعني فاس وغيرها، حيث أعطت يعني الدولة آنذاك ومجلس العلم قيمة عالية للتفسير الجديد للقرآن على أساس الحج المنطقي ودراسة القوانين الطبيعية التي يعني نادى بها الأهل الاعتزال. ومع ذلك تراجعت هذه الحركة يعني الكلامية، ويعني جاءت أو ولدت من رحمها الأشاعرة والماتريدي وربما بعض المذاهب والفرق الكلامية الأخرى في يعني في مذاهب أخرى كالشيعة والإسماعيلية وغيرها جعفري. فضل يعني المفكرون السنة التقليديون المدرسة اللاهوتية الأشعري والتي تؤكد أن الله كل القدرة ويريد فعل الإنسان، ومع ذلك فإن المنهج العقلاني المعتزل للعقائد الدينية لا يزال يحظى بجاذبية بين المثقفين والعلماء والمفكرين المسلمين الآن. آمن المعتزلة أو علم الكلام بتأويل الوحي، بتأويل الإسلام بالإجتهاد العقلاني، وهنا الكلمة العربية التأويل تعني التفسير والشرح والتعليق، ومرادفة للشرع التفسير يشير إلى نوع من التعليقات على الأعمال المتنوعة جدا في العلوم والفلسفة. ولكن يبدو أن المصطلحات العربية الإسلامية قد ميزت معنى الشريعة التي تستخدم بشكل خاص الإشارة إلى الشروح والتعليقات على الأعمال الأدبية، وكذلك شرح التفسير الذي أصبح يميز بشكل خاص شروح القرآن تأويلاته تأويل آياته. والعلم المتعلق بما يسمى علم التفسير ما هو فن التأويل، وهناك مصطلح آخر يرتبط ارتباط وثيق من التفسير وهو التأويل، والذي يعني في الأصل التفسير بشكل عام، ولكن استخدامه لاحقا كان يقتصر بشكل متزايد على تفسير الوحي تفسير القرآن. ومع ذلك يبدو أن التأويل قد اتخذ معنى أضيق بحيث ينطبق فقط على يعني تفسير المجازي للقرآن، وكذا فإن التأويل يشكل يعني أمر مكمل هام للتفسير التقليدي للقرآن، والذي يشار إليه يعني بالشرح التفسيري. وربما الأرثوذكسية أو الاعتقادية حاربت بعنف يعني تحاربت مسألة التأويل وقبلت بالتفسير، و يعود التفسير التقليدي إلى زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الجيل الأول من الصحابة التابعين من المسلمين. وفق لبعض الأحاديث قدم الصحابة أنفسهم ليطلبوا من النبي توضيحا لبعض الكلمات الصعبة في القرآن، أو عندما يتناقضون في القراءة سبع قراءات، خاصة أن هناك سبع قراءات ولم يستقر بعد كتابة القرآن مصحف.
عندهم يستخدمون وجود مقطع غامض من القرآن غير مفهوم، لذلك فإن النبي نفسه هو أول من لعب دور مفسر الكلمة الإلهية الوحي الإلهي، وبالتالي خلق جاء يعني مناخ من التفسير القرآني، علوم القرآن. تم جمع هذه العناصر التفسير الأول على غرار من قبل أشخاص يعني مثل عبد الله بن مسعود، الذي ربما يعني بين 652 و 653، أو علي بن أبي طالب 660، وأبو موسى الأشعري، أو عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت. وكذلك لكن الذي يعتبر المرجع الأعلى للتفسير وأب يعني تأويل القرآن هو عبد الله بن عباس، الذي ينسب إليه كثير من الشروح. لكن ابن عباس لم يترك عملا مكتوبا، جمع كلماته عند عدد معين من أصحابه، ويعني أمثال عكرمة وابن أبي صالح. وعلى طول المسار الشفوي، يعني الحضارة لم تعرف التدوين والكتابة، وإنما ظلت تتناقل الأخبار وهناك مشافهة. تم تكوين مادة التفسير الأولي مع إضافة عناصر خارجية، لا سيما تحت تأثير الوعاظ والقصاص رواة الحديث. قام المفسرين بتأليف أعمالهم من هذه المادة في الربع الأول من القرن الثاني هجرة، وكانت هذه الأعمال مرتبطة ارتباطا وثيقا بأعمال القراء والتراثيين، الذين كان هدفهم هو الجمع بين العناصر اللازمة لوضع يعني قواعد اللاهوت، يعني في أوائل التاريخ الإسلامي أو مبكر فترة مبكرة. ومن هؤلاء نذكر مقاتل سليمان بن بشر الأزدي، وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وربما وهو مؤلف مجموعة من الأحاديث وكتاب السنن وكتاب التفسير، وشقيق عثمان، وهو أيضا يعني مؤلف لأعمال مماثلة، كتاب التفسير كتاب السنن، والكوفي ويعني ابن الجراح وغيره. يشكل هذا التراث العنصر الأساسي للتفسير، وهذا الأخير يكاد يختلف عن نشاط التقليديين. وفي بعض المجموعات مثل صحيح البخاري يوجد أيضا يعني الكثير من التفسيرات، هو جمع للحديث لكن هناك تفسيرات للآيات القرآنية يعني. وعندما كتب محمد بن جرير الطبري يعني جامع البيان في تفسير القرآن، اتبعوا الأسلوب الذي اتبعه المفسرون التقليديون في القرون التالية، والذي يتسم باحترام الحروف النصي، اللجوء إلى سلطة مفسري الجيل الأول ونبذ التفسير الشخصي. وهنا وكأنه احترم حديث منسوب للنبي، يقول من تعامل القرآن بحكمه الشخصي على حق ومع ذلك فهو مخطئ. الواقع يتم تقديم التفسير التقليد على أنه تجميع غير شخصي، ويضع فيه المؤلف كل التقاليد التي يمكن أن تقدم شرحا للنص القرآن، فهو يتبعه آية آية وكلمة بكلمة، مع أخذ الحيطة في الإشارة إلى المضامين. نادرا ما يتقدم برأي شخصي، ولكنه بحذر شديد، بالاعتماد على أقوال أحد الشراح والمعلقين الأوائل الذين يشير إليهم ويبحث عن سند لهم في علاقة بالنبي عنه. هذه الطريقة التي أدانها المعتزلة، لأنه بس بالنسبة إليه اختلفوا عنها، يرونها يعني غير منطقية، واستبدلوها بالطريقة العقلانية، منهج العقلاني في التفسير أو في التأويل. وانتقد أيضا فخر الدين الرازي، وربما لأنها ربما حدث نوع من العداء بين تفسير أهل التفسير وأهل أهل يعني مأثور بالمأثور بالشرح، مأثور بالمأثور، وإيه للتأويل أي شرح المأثور بالمعقول يعني. وفي النهاية كانت اليد العليا لأهل التفسير، وخاصة مسألة، وأبقوا على التأويل في إطار التفسير المجازي فقط، وخاصة تبنت التأويل المدارس الباطنية، وخاصة القرامطة والإسماعيلية، شيعة الإسماعيلية يعني. بقى المنهج التفسيري لدى السنة وبعض ربما من الخوارج، وذهب التأويل إلى الباطنية من الأشياء، التفسير الشيعي باعتباره تفسير رمزي.
التفسير، يعني يعتمد على التأويل. هنا من منظور التأويل ينكر المعتزلة المعنى الملموس للمصطلحات وتلقي معنى مجازي، وتحت تأثير تبني جزء من التفسير موقف يتعارض مع التجسيم. ولدت الحركة الإصلاحية فيما بعد في تفسير القرآن تفسيرا عقلانيا، وهذا وظهرت تمخضت اتجاهات تطورية واتجاهات يعني حدثية مدفوعة بالاهتمامات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعالم الإسلامي. ربما هنا كلمة التفسير بالعربية، علم التفسير، تفسير مادام يعني لم يعترف المسلمين بأي سلطة أخرى لتفسير الآيات القرآنية غير سلطة النقل على العقل. ولكن ربما هناك نوع من الغموض في النص وفي النصوص وبعض المعاني والدلالات، وظهرت الحاجة إلى إعمال العقل والاجتهاد والتفقه في التفقه الاجتهاد العقلي. فربما منذ الفترة المبكرة كانت الحاجة إلى تأويل القرآن على أساس يعني المبادئ العقلانية والقوانين المنطقية وليس على أساس التكهنات الشخصية البحتة. وظهرت الآراء، هناك الكثير من الآراء والكثير من الشروح والتأويلات العقلانية. ولكن مع مرور يعني تاريخ مرور الأيام تطورت هذا المنزع العقلاني وأصبحت تم تقعيده، وأصبحت يعني إطار له، قواعده له، سننه له، يعني غزواته، إلى درجة أنه أصبح منهجا وأسلوبا في التعامل مع الوحي الديني، وكان بمثابة يعني تأسيس لنوع من الاجتهاد العقلي في الشريعة الإسلامية. والاجتهاد ربما هو بذل الجهد وتفسير مستقل وأصلي للمشكلات التي لم يتناولها القرآن والأحاديث، وربما يحتاج إلى نوع من الإجماع، إجماع العلماء. يعني المجتمع الإسلامي الأول كان لكل فقيه مؤهل بشكل كافي الحق في ممارسة مثل هذا التفكير الأصلي الإجتهاد، لا سيما في شكل الحكم الشخصي والقياس، التفكير الاستنباطي. أولئك الذين كانوا يطلق عليهم مجتهدون، معاذ بن جبل مثلا الذي أرسله إلى اليمن. ولكن في هذه المدرسة، مدرسة المجتهدون الفقهاء، ظهرت يعني في العهد العباسي بعد 750 ميلادي وإلى 1258 ميلادي، يعني ارتبطوا بمدارس، يعني مدارس في الفقه، وصاغوا أفكارهم الفقهية في إطار مبادئ مدرسية تفسيرية وعلى خلفية يعني لها قواعد ومذهبية معلومة. بمرور الوقت تم تنظيم هؤلاء الفقهاء لممارسة الاجتهاد في مستويات وطبقات معينة، بدءا من المجتهد المطلق الذي لم يكن ملزم باتباع أي خلفية سابقة، وإنما تطوير مبادئ تفسيرية بالاعتماد على اجتهاد عقلي خاص به، إلى بعض الفقهاء الذين هم يتبعون يعني مبادئ مذهبية معينة. وربما تكون هناك الفقهاء يعني كانوا هم يعني الذين مهدوا لقيام هؤلاء الإصلاحيين الذين أو الدعاة الذين سيجددون ويستأنفون حركة الاجتهاد بعد أن تم إسكاتها وتم يعني محاصرتها. وإضافة إلى جانب الاجتهاد هناك الاستصلاح، والإصلاح يعني هو يعني ما يراه الإنسان مناسبا في الشريعة الإسلامية، اعتبار المنفعة ودفع المضر، ومعيار يستخدمه الفقهاء لحل المشكلات المحيطة، ضرورات طبيعة المحظورات، والتي لا تجد إجابة واضحة في النصوص الدينية المقدسة. مثل هذا الحال يتوصل الفقيه إلى قرار يكون يعني أحسن ما هو نافع، ما هو أحسن، يعني ما هو صالح للمجموعة، ما يفيد المجتمع، وأخيرا ما يفيد الفرد نفسه، وحافظ على الكليات. يعني
وهنا لا يجوز استخدام الاستصلاح يعني في جلب النظر ودفع المنفعة. ما يثير الاهتمام هو مفهوم الاختلاف بين الفقهاء، فالاختلاف بين الفقهاء رحمة وليس نقمة. بالتالي تم التشريع من خلال الاجتهاد العقلي والتأويل إلى الاختلاف والتنوع والتعدد، وهذا التنوع مسموح به في الدين الإسلامي طالما لم تتأثر المبادئ الأساسية، وطالما أن هناك إجماع، هناك إجماع حول هذا وجود الاختلاف ووجود التنوع، وخاصة اللي جعل التعاليم الدينية تكاليف تتناسب مع الظروف الخاصة ومع السياقات، ولكي تقلل من الأضرار وتكسب الكثير من المنافع. ربما الاختلاف في الرأي هو علامة على النعمة الإلهية، ومن رحم الله أن يختلف فقهاء في الرأي. وكذا أتاح يعني ظهور كثير من المذاهب ونشأة الفرق، العقل الفرق في السنة لدينا المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي وغيرها، وفي الشيعة أيضا لدينا الكثير من الفرق والمذاهب، يعني اثني عشرية والزيدية والإسماعيلية وغيرها من المذاهب. تركز الخلافات بين علماء الدين المسلمين عادة على التفاصيل في الممارسات الفقهية، وهناك اتفاق حول الكليات، خاصة مسألة تعظيم لله بالإيمان والعمل الصالح تقربا منه. بعد الاستصلاح نأتي إلى الاستحسان، الاستحسان أو الموافقة يعني، وهو التقدير الفقهي، أي استخدام حكم لتحديد أفضل حل لمشكلة معينة. لا يمكن حلها بالاستشهاد بالنصوص المعلومة. وجد الاستحسان تطبيقا خاصا حيث انتشر الإسلام إلى أراضي جديدة وواجه بيئات ثقافية وحضارية جديدة. أعتقد أنصار الاستحسان أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الإجراء، عندما يعني لأنه قال ما يفضل المسلمون الحقيقة هو الأفضل. يعني وربما حتى المراجع الفقهية استخدمت الاستحسان في القضايا التي لا يمكن حلها بشكل مرضي من خلال تطبيق معايير راسخة مثل القياس والإجماع. وربما الإجماع، ما المقصود بالإجماع؟ هل هو مسألة فقهية أم اجتهادية أم هو تأويل؟ الإجماع يعني هو الاتفاق الشامل، لأن الإنسانية يعني الفرد غير معصوم من الخطأ، وبالتالي ينبغي أن يعني القرار يصدر عن المجتمع المسلم بأسره، وليس وجميع علماء المسلمين وليس من فرد، فالفرد خطأ ويمكن أن يصيب ويمكن أن يخطأ. الذي يبرر أحيانا يقول يعني لن يوافق، ليس هناك اتفاق حول ضلال. يعني تحول هذا الإجماع إلى مصدر للاجتهاد ومصدر للفقه تفقه. وفي التاريخ الإسلامي يشير الإجماع إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه من قريب أو من بعيد، وهو جزء من السلطة يعني، وأصبح كمبدأ للتسامح مع يعني تقاليد مختلفة. وربما هناك المدارس الفقهية يعني تحاول أن هناك تؤمن بأن الحوار بينها من أجل بلوغ نوع من الوفاق في حكم فقهي معين. إذن نعود إلى يعني مدرسة الاعتزال كأولى المدارس الكلامية ونركز عليه. نعود إلى يعني أستاذنا الدكتور حسن حنفي رحمه الله وتفضيله لعلم الكلام الإسلامي، وخاصة الاعتزال ودعوته إلى إعادة بناء هذا العلم من أجل بلوغ علم كلام جديد، قوله في كتابه التراث والتجديد: موضوعات التجديد إعادة بناء العلوم. كان الكلام أول محاولة للعثور على نظرية عقلية خالصة للنص الديني، وقد تم تحويل ذلك بجهد داخلي خالص دون أدنى اتصال على الأقل في نشأة العلم بحضرة أخرى، إذ تم ذلك قبل عصر الترجمة بكثير. يعني من المعلوم أنه في الأيام الأولى للإسلام لم يترك الحماس الذي أثرته العقيدة الجديدة،
وتعصب الغزاة الشرسين مجالا للتفكير، ولم يكن هناك مجال للعلم والفلسفة. ومع ذلك بالكاد انقضى قرن، عندما كان بالفعل بعض العقول المستقلة تسعى لتحقيق مذاهب القرآن، والتي كانت حتى ذلك الحين تم قبولها دون أي دليل غير السلطة الإلهية لهذا الكتاب. تعبر عن آراء أصبحت بذور العديد من يعني الفرق الدينية بالمسلمين، وشيئا فشيئا رأينا ولادة مدارس مختلفة كانت فيما بعد قادرة على تبني مذاهبها بأشكال جدلية، والتي أثناء خضوعها لتأثير الفلسفة عرفت كيف تحافظ على نفسها جنبا إلى جنب مع الحكمة، يعني تقدم نفسها على أنها يعني جزء من الدعوة لنصرة هذا الدين وللدفاع عن العقيدة. بطبيعة الحال من خلال مدارس لاهوتية أصبحت فيما بعد مدارس كلامية فلسفية عقلانية حقيقية. أول هذه الفرق نجدوا القدرية. يبدو أن المدرسة الأولى كانت مدرسة القدرية، أي هؤلاء الذين اعتنقوا عقيدة القدر التي يمكن إرجاعها إلى الجهمي. كلمة قدر هنا لا معنى الإرادة الحرة، إصرار على الفعل سواء كان جيد أو سيء، وإلى أرجع ذلك إلى إرادة الإنسان وحده، لأن الأشياء كاملة وليست هناك أقدار ولا تأثير على إرادة الإنسان أو أفعاله. والقدرية في الإسلام أتبع مذهب الإرادة الحرة من القدرة. تم تطبيق الاسم أيضا على المعتزلة القدرية التي اعتقدت أن النوع البشري من خلال إرادته الحرة يمكنه الاختيار بين الخير والشر. لكن بما أن المعتزلة شددوا أيضا على وحدة الله المطلق التوحيد، فقد استاءوا من التسمية بسبب مقولة منسوبة إلى النبي القدري، هم ثنائية مثانوية هذا الشعب، هذا يعني المجتمع. فضلوا أن يطلق عليهم أهل العدل. كانت مسألة الإرادة الحرة والقراء يعني واحدة ضمنية بين جميع الطوائف أو المذاهب، وأنتجت وجهة نظر يعني فيها أخذ ورد. بعد ذلك نأتي إلى الجبري. قد عارض الجبريون القدريون قدري القدرية المطلقة، يعني قالوا أن البشر لهم يكون لا حول ولا قوة مقابل أمام يعني سلطان القدر، ولا يمكن أن ننسب إليهم قدرة التمثيل وأن أفعالهم هي نتيجة مقيدة. كان من الممكن أن تعمل هذه العقيدة التي أعلنها جهم بن صفوان قرب نهاية الدولة الأموية، ويعني آنذاك أنكروا حتى صفات الله ونسبوا يعني لأن حاولوا تنزيه الله عن صفات التي تنسب إلى المخلوقات الإنسان، مما جعل أدى ذلك اللي جعل الله كائنا مجردا محروم من أي صفة ومن أي عمل. كذد هذه المدرسة الجبرية ظهرت ما يسمى الصفاتية، نشأ ضدهم الصفاتيون أو صناع الصفات الذين أخذوا حرفين جميع صفات الله الموجودة في القرآن وأسقطوها على ذات الإله في شكل تجسيم ويسمون بالحشوية أو المجسمون. نأتي الآن إلى أهم مدرسة عقلانية كلامية هي المعتزلة، من مدرسة الحسن البصري، مولود في البصرة العراق، خرجت في القرن الثاني هجري طائفة اسمها المعتزلة أو المنشقين الذين سبقوا ورود عناصر في مذاهب يعني واصل بن عطاء سنة 82 هجري 699 ميلادي أو 700، وتوفي 131 هجري 748 أو 749 ميلادي، وهو تلميذ الحسن البصري بعد طرده من المدرسة كمعارض في موضوع بعض العقيدة الدينية. جعل نفسه رئيسا لمدرسة واختزل الآراء التي عبرت عنها الطوائف السابقة الصفاتية يعني القدرية يعني الجبرية. في موضوع يعني ولا سيما آراء القدرية انقسم المعتزلون أنفسهم إلى عدة طوائف مقسمة على نقاط ثانوية، ولكنهم جميعا متفقون على عدم الاعتراف بصفات الله المتميزة عن ذاته، وبالتالي تجنبوا أي شيء يبدو قادر على الإضرار بعقيدة التوحيد، توحيد الله وحدة الذات الإلهي.
كما أنهم منعوا الإنسان الحرية في أفعاله وأيدوا يعني بر الله من خلال التأكيد على أن البشر يفعلون الخير والشر من تلقاء أنفسهم، وبالتالي لديهم مزايا وعيوب. وبسبب هاتين النقطتين الرئيسيتين في مذهبهم يسمى الاعتزاليون أنفسهم ب يعني أصحاب العدل والتوحيد، أنصار العدل والتوحيد. كما يقولون إن كل المعرفة اللازمة للخلاص هي مسؤولية العقل، أي أنه يمكن المرء قبل يعني نشر القانون وقبل الإعلان كما يعد الوحي أن يكتسب بأنوار العقل فقط، بحيث يكون واجبا ضروريا على جميع البشر في جميع الأوقات والأماكن. كان على المعتزلين استخدام الجدل للدفاع عن نسقهم الفكر ضد الأرثوذكسيين والزنادقة الذين وضعوا في موضع وسط بينهم وبين المعسكرين، وهم الذين وضعوا لقوا رواجا قاموا بالترويج لما يسمى علم الكلام، ربما كان معني بالكلمة الإلهية. يمكن المرء أن يطلق هذا العلم اسم اللاهوت العقائدي أو اللاهوت سكولاستيك المدرساني. أولئك الذين اعترفوا باسم متكلمين تحت هذا الاسم سنرى ازدهار مدرسة مهمة. استمر أهل الاعتزال في تشكيل أحد الفروع الرئيسية للفلسفة العقلانية التي تتفق مع الوحي الإسلامي. يشكل يعني المعتزلة أحد فروع الإسلام والتي يتميز عن التيار السائد يعني أو جزء منه أهل السنة والجماعة، وربما بالقرب من الحكمة وبالقرب من العلوم ومن الفلسفات الوافدة من حضارات أخرى سواء الإغريقية وحتى الهندية والفارسية. يعني يقولون بالوحدة والإرادة الحرة، وحدة الذات الإلهية، والوعد والوعيد، يعني الالتزام بفعل الخير ومنع الشر، وربما الحرية يعني العدل والحرية والوعد والوعيد. شكلت المبادئ الأساسية الخمس لعقيدتهم، وأعلنوا يعني التوافق بين الفكر والدين والفلسفة، ورأوا أن الموافقة على هذه الأفكار الفلسفية وتقاسمها مع العديد من الأحكام الشرعية. على مدى قرون من الزمان لم يكن تاريخ الإسلامي سوى قصة صراع في الحقيقة بين أهل العقل وأهل النقل، وتفاعل في التأثير والتأثر. يعني بعض الأحيان هناك تناقض بينهم وبين يعني الفقهاء، وخاصة في علاقة بالخلفاء والحكام. وإذا كان ماصل بن عطاء وعمر بن عبيد واقتربوا من الزهد، ويعني فإن فيما بعد ظهروا منهم كثير من العلماء والأدباء واللغويين والمناطق. أحيانا تبنت الدولة مذهب المعتزلة وخاصة الدولة العباسية في عهد المأمون انتصر للمعتزلة، وربما كانت رد الفعل التي قام بها أبو الحسن يعني الأشعري الذي من خلاله يعني حاول أن يؤسس مذهب كلامي معتدل سمي فيما بعد بالأشعرية، سيتطور إلى المهتدي وهو قريب من مذهب أهل السنة والجماعة. توقف المعتزلة كثيرة، ولكن هناك اختلافات في مسائل الفرعية بين هذه الطوائف، ولكن المدرسة الأم هي أهل الاعتزال. وربما حول هناك القضايا الكلامية جعلتهم يتطورون و يعني يجددون في الدين ويطلقون عنان يعني الاجتهاد العقلي، وتعتبر المعتزلة من أهم المدارس العقلانية التي ربما تمثل التنوير الديني وتمثل دعوة صريحة إلى أعمال العقل في النصوص وفي الطبيعة وفي إبداع العلوم وفي الانفتاح والتسامح. ونحن في حاجة إلى إعادة بناء هذا العلم الكلام لكي يصبح فلسفة دينية حقيقية. شكرا جزيلا على حسن الانتباه، أتمنى أن تكون
محاضرة قد أفادتكم. إلى اللقاء في محاضرة فلسفية جديدة، ورحم الله أستاذنا الدكتور حسن حنفي رحمة واسعة.